الوسط الفني دايماً بيبقى مليان حكايات عجيبة ومريبة، والمفاجآت إن في فنانات كتير جداً كانوا جواسيس وكانوا بيتعاونوا مع مخابرات العدو. في الفيديو ده هنتعرف على الفنانات دول وقصصهم. الفنانة كاميليا، كاميليا اسمها الحقيقي ليليان فيكتور ليفي كوهين، اتولدت في 13 ديسمبر 1919 وهي مصرية من أصل يهودي، واتولدت في اسكندرية. كانت عايشة مع والدتها على فلوس البنسيون، أما والدها فيقال إنه كان مهندس فرنسي بيشتغل في قناة السويس، ويقال إنه توفى بعد والدتها، ويقال برضو إنه كان تاجر إيطالي رجع لبلاده بعد الخسارة الكبيرة اللي صابته في شغله. وفي سن المراهقة اكتشف جمال وموهبة كاميليا المخرج أحمد سالم لما كانت عندها 17 سنة، وانطلقت مشوارها بفيلم القناع الأحمر اللي فتح لها أبواب الشهرة، وظهرت في المجلات والجرايد بجمالها لحد ما عرفها الملك فاروق ووقع في حبها وبدأ يقرب منها. المخابرات الإسرائيلية لما عرفت عن علاقتها بالملك قررت تجندها لحد ما بقت جاسوسة للوكالة اليهودية، ونقلت أخبار من مصر لإسرائيل في زمن الاحتلال الصهيوني سنة 1948. بعد فترة اتصابت كاميليا بمرض السل من شرب الخمور والتدخين، وما كانش في حل لعلاجها غير إنها تسافر لإيطاليا، ولكن حظها كان وحش وما لقتش مكان في الطيارة. ولكن بعدها بشوية حظها طلع حلو لما الكاتب الصحفي أنيس منصور اعتذر عن السفر بسبب مرض والدته وخدت هي مكانه، ولكن والظاهر كده إن حظها وحش برضه. بعد فترة بتوصل أخبار عن انفجار الطيارة اللي كانت كاميليا فيها، وحياتها بتنتهي وهي متفحمة في عز شبابها. راقية إبراهيم، معروفة باسم ليليان فيكتور ليفي كوهين، اتولدت في 22 يونيو 1919 في حارة اليهود لأسرة يهودية في اسكندرية. حياتها بدأت بالخياطة للأمراء والملوك، وبدأت تشتغل مع فرق قومية، وبعدين اتنقلت لفرقة زكي طليمات علشان تشارك في أول بطولة ليها، وقدمت بعد كده 18 فيلم. بالرغم إنها اتولدت وعاشت في مصر، لكن ولائها كان دايماً لإسرائيل، ما كانتش بتحب العرب، وفي مرة رفضت دور في فيلم لأن علشان الشخصية اللي كانت هتعملها كانت شخصية بدوية بتخدم الجيش المصري وقت حرب فلسطين، والوسط الفني ما كانش طايقها وبعد عنها بعد مواقفها الكتيرة اللي ساءت للعرب، وآخرهم لما رفضت رئاسة الوفد المصري، ويقال إنها كانت السبب في إنهاء حياة عالمة الذرة سميرة موسى. اتضح بعد كده إنها استغلت علاقتها بسميرة وساعدت الموساد في دخول شقتها وتسليم مفتاح الشقة لرئيس الموساد. وقبل الاغتيال راقية طلبت من سميرة تشتغل في معمل في أمريكا وتاخد الجنسية، بس سميرة طبعا رفضت، فتدبر لها حادثة أثناء زيارتها للمفاعل النووي في أمريكا، وتوفت في 13 ديسمبر 1977 وهي عندها 58 سنة. وراقية اترقت وبقت سفيرة للنوايا الحسنة في إسرائيل، ورجعت لها واشتغلت أي حاجة هناك لحد ما ربنا افتكرها ساعتها. حكمة فهمي، الراقصة والممثلة المصرية، اتولدت في 24 نوفمبر 1907 في دمياط. حكمة بقى قصتها بتختلف عن الباقيين خالص، هي بينها وبينهم إنها كانت جاسوسة لصالح دول غربية تانية غير مصر، لكن هي كانت شايفة إنها كده بتساعد مصر. في الأول خلينا أقولك إنها في بداية حياتها اشتغلت ممثلة في فرقة الكسار، وكانت مشهورة بعلاقتها القوية بالضباط الإنجليز اللي كانوا بيظهروا في المكان اللي بتشتغل فيه. وبسبب موهبتها الكبيرة في الرقص والاستعراض كانت بتتلقى دعوات من داخل أوروبا، وفي يوم من الأيام كانت حكمة بترقص في فرنسا ورئيس المخابرات الألماني شافها ورشحها ترقص أمام هتلر ووزير الدعاية جوبلز. وقتها جوبلز قرر يجندها لصالح الألمان ضد الإنجليز. هناك بقى قابلت شاب اسمه حسن جعفر وحبته، وبعد فترة اختفى وطلع ضابط ألماني اسمه جون أبلر، ووقعت حكمة في الفخ من غير ما تعرف إنها تجندت. ولما رجعت مصر في الحرب العالمية الثانية رجعت ترقص في الكونتينر، وهتلر اتصل بيها وتقابله، أقنعها إنها تشتغل لحساب الألمان وهي وافقت، وده لأنها كانت بتكره الإنجليز وكانت شايفة إنها لما تأذيهم هي كده بتساعد مصر. وبدأت حكمة تنقل لهتلر المعلومات، ولما جهاز اللاسلك بتاع هتلر باظ طلبت من هتلر تشوف حد يصلحه، فطلبت من حسن عزت صديق الضابط محمد أنور السادات إنه يصلحه. ومع مرور الوقت بدأت المنظمة تتكشف ويتقبض عليهم تدريجيا، لحد ما في يوم رقاصة يهودية بلغت عن إبلر وصاحبه اللي كانوا سهرانين عندها وسمعت مكالمتهم وقبضوا عليهم وعلى حكمة.
فضلت محبوسة سنتين ونص عند الإنجليز وخرجت بكفالة 200 جنيه، وبعد كده عاشت في فقر. وعاشت ساعتها في كنيسة في شبرا، وكانت هناك شغالة عاملة اللي بتخلي بالها منها، ودي معلومة محدش كان يعرفها.